لا كراميلا 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 الواد حب يتأرجز عليك يا كراميلا. مين ده؟ يا عم ده كان هيكسر لي رجلي يا عم. مبروك يا كراميلا، تستاهل كل خير، مجتهد، اصرار، تقي، تعرف ربنا، بر بالوالد والوالدين، عشان كده ربنا بيكرمك يا اكرم. انا بحييك وبهنيك وبقول لك الف مبروك، تستاهل اكتر من كده. ولسه طوكيو بقى ده موضوع تاني، بس اتكلم معاك على البطوله الاول. حابب تقول للرجاله، للجمهور، لمجلس الاداره، ببارك لك يا اكرم، بارك لكل الناس. طبعا انا احب اشكر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، الحمد لله رب العالمين، ربنا كفانا النهارده وكسبنا الحمد لله عشان خاطر الجمهور. فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ونركز. طبعا انت عارف النادي الاهلي خلاص بنفرح النهارده، بنقفل الصفحه ونركز في اللي جاي، عندنا برضو ضغوطات في الماتش، فربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله ويا رب المزيد ان شاء الله من البطولات ان شاء الله. اكرم مش مكانه لكن ادى. انا بحبك يا جدع. تعالى تعالى ما شاء الله ما شاء الله النينجا 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 حسين الشحات، واحد من الابطال، واحد من النجوم، ربنا بيوفقك. ولسه بقول له اكرم الاجتهاد وبر الوالد والوالدين ده حاجه كبيره جدا، وانت بتعمل كده يا حسين انت واكرم. حابب تقول على البطوله وتقول له اكرم ايه وتقول لكل اللعيبه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا الف مبروك طبعا للجمهور الاهلي العظيم اللي دايما ورانا ودايما بيستنى اللعيبه كلها، ومبروك للاداره، مبروك للجهاز الفني وللعيبه على اعلى مستوى اللي كلهم بيحبوا بعض، اللي كلهم على قلب راجل. وطبعا مبروك لوالدتي اللي دايما في ظهري هي ووالدي واخويا ومراتي طبعا اللي دايما بتدعي لي هي واولادي، مبروك ليهم طبعا، واخواتي مبروك ليهم، ومبروك للسلام كلها كاكا عشان ما تزعلش. يا كاكا في ايه؟ مبروك مش عارف، مبروك طبعا. سيبنا بقى دكروري.